قبل حكمه ولا معبود سواه، نحمده ونستعين به ونستهديه ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانه وتعالى سبحان الله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جلال الله، لا معبود بحق سواه. سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كل شيء أراده فقد وقع وكل مخلوق إليه قد فزع، إذا فعل فعل عن قدرة وحكمة، فهو الحميد المجيد الذي قال عن نفسه أنا الفعال لما أريد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله تبارك وتعالى، وأحسن القصص هذا القرآن الكريم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم. ونصلي ونسلم على الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليك سيدي وحبيبي وشفيعي يا رسول الله يا أبا القاسم، اللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيلك حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فأدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، وادع الإله بها تجده دوما يستجيب، إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا، فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بكرة وأصيلا. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات العزيزات، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، حيث أن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ويقول أحد الشعراء: عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا، فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحبتي في الله، كان نبي الإسلام محمد بن عبد الله القرشي المطلبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كان أعظم الناس أخلاقا وأكثر الناس تأثيرا في تاريخ البشرية بلا شبهة ولا خلاف، وهذه الحقيقة تتجلى في معاملته الرائعة مع الطبقات الضعيفة في المجتمع، فطيبة الإنسان تظهر عند معاملته مع من دونه، مع من تحته من الناس. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع مثالا في معاملته النبيلة مع الفقراء والمساكين والنساء والعجائز والأطفال والصغار الذين هم ضحايا للظلم وعدم الإنصاف والضرب والعنف وسوء المعاملة في كثير من المجتمعات في هذا الزمن. ولقد شهد القرآن الكريم لهذا الرسول العظيم برفعة أخلاقه وسموها إطلاقا، فقد قال الله تبارك وتعالى: وإن
إنك لعلى خلق عظيم. فقد كان للأطفال نصيب عظيم من حرصي من حرص ورعاية ورفق ومحبة نبيهم بهم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رؤوفا لطيفا مع الأطفال، وكان يحسن المعاملة مع الأطفال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يصف رحمة الرسول بالأطفال إذ قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما جدا بالأطفال إلى درجة كان يخفف من صلاته إذا سمع طفلا يصرخ حتى تستطيع أمه أن تلبي حاجته. كان صلى الله عليه وسلم أيضا دائما المداعبة مع الأطفال، حيث كان يتعامل معهم بالمعاملة التي يحبون أن يعاملوا بها. فالطفل يكون أميل إلى اللعب والمرح، وقد كان عليه الصلاة والسلام مهتما كثيرا بهذه الناحية في الأطفال. فقد روى أنه ذات مرة لقي ابنته الزهراء الحسين بن علي رضي الله عنه وقد كان طفلا صغيرا يلعب ويلهو في الطريق، فتقدم على أصحابه ومد إليه يده ليحمله، ففر الحسين منه رضي الله عنه، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يلاحقه وهو يضاحكه ويداعبه. كما روى عنه أنه كان يترك الحسن والحسين يلعبان ويلهوان وهو يصلي، إلى درجة كان يصعدان على ظهره وهو ساجد، وكان يفعل الشيء ذاته مع أمامة بنت زينب ابنته، حيث كان يحملها في صلاته ويضعها عندما يركع ويسجد. إخوة الإيمان والإسلام، انظروا إلى هذه القصص العظيمة، وخاصة هذه القصة التي توضح رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع أطفالنا. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي وعنده الأقرع ابن حابس التميمي جالسا، كان أحد العرب جالسا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم يرحم، من لا يرحم يرحم. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يمسح رؤوس الأطفال إظهارا لمحبتهم. روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم. والقرآن ينقل لنا الحوار الجميل الذي دار بين لقمان وابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. فينادي ابنه بكلمة: بني، يا بني لا تشرك بالله، إظهارا للشفقة والمحبة والمودة. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أحبتي في الله، وأيضا نرى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم الأطفال ويؤدبهم. فروى الترمذي عن ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. انظر كيف كان ينادي عبد الله بن عباس، يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت
الأقلام وجفت الصحف. والشاهد هنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. أحبتي في الله، نعم الرحمة واللطف والرفق مهمة جدا مع أطفالنا، لكن كل هذه لا تعني عدم تربية وتأديب الأطفال وتعديل سلوكهم، كما نرى هذه الصفات أو الخصال المذمومة عند بعض الآباء والأمهات الذين يتركون أولادهم أحرارا مطلقا بلا رعاية ولا تأديب ولا عقاب، فيفعلون الأطفال ما يشاءون من الضرر والدمار والهلاك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرى على الأطفال ما يستوجب التقويم والتعديل والتأديب، فإنه يؤدبهم دون تأنيب أو صراخ أو عنف أو الضرب المبرح. روى أحمد عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة في الطبق، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفق ولين كيف يأكل، فقال له: يا غلام، انظروا مرة أخرى، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. وعندما نؤدب ونربي أطفالنا يجب علينا أن نجتنب الشتم. هناك البعض لا يظنون الشتم من المعاصي فيشتمون في كل لمحة وحين، أن نجتنب الشتم وكلام السلبية والكلام السلبية والتحقير من شأن الأطفال، لأن الأطفال يفهمون. كثير منا نظن أنهم لا يفقهون ولا لكن هم يفهمون، وحتى يتذكرون كل ما حصلت وكل ما دارت في حياتهم في المستقبل، فلا بد أن نجتنب التحقير من شأنهم والاستهزاء بهم. فكم منا نسخر ونستهزئ بالأطفال، وكذلك لا بد أن نجتنب الضرب المبرح والعنف وسوء المعاملة معهم عامة، لأن كل هذه الأفعال تؤثر في الأطفال تأثيرا سلبيا، بل ربما تصل الأمور إلى أمراض نفسية على مدى الحياة. وهذا ما نرى كثير من الأطباء السيكولوجيين يقولون ويتحدثون في مثل هذه الأمور. وللأسف الشديد كثير من الأطفال في زمننا صاروا ضحايا للضرب المبرح والعنف والشتم الدائم وسوء المعاملة، وهي مناف لتعليم ديننا السمح ومخالف لتوجيهات نبينا الرحمة. وفي كثير من الأحيان أن الآباء والأمهات يمارسون العنف والضرب الشديد بسبب مشاكلهم الخارجية، قد تكون مشاكل الزوجية ومشاكل في العمل ومشاكل في أمور وفي مجالات أخرى، فهذا تؤثر في الأطفال، فهم يعني يضربون ضربا شديدا ويعملون ويمارسون العنف. فلا بد أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أطفالنا، لأن هذا ظلم كبير، والظلم ظلمات في يوم القيامة. فلا تنسوا أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لم يشتف ولم يشتم ولم يعنف ولم يقل الكلام السلبي ولم يقلل من شأن الأطفال، بل كان أرحم الناس مع الأطفال. وهذه الرحمة كانت تصطحب مع التأديب والعقاب اللائق والتربية المناسبة اللائقة بهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يصف رحمة الرسول بالأطفال إذ قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله عسى أن يستجيب دعاءكم.